تفاصيل لاكتر، ولسه عندنا حديث كتير جدا فيما يخص طبعا هذا الافتتاح. خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز كريم احمد مراسل القناة الاهلي من هناك في مدينه نصر. يا كريم مساء الفل عليك، طمنا واخبار الافتتاح ايه والامور ماشيه ازاي عندك دلوقتي؟ اتفضل. ما تقدمش. برحب بيك يا امير في البدايه، وبرحب بكل المشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. يمكن زي ما بقول لك يا امير، استعدادات على قدم وساقه هنا في النادي الاهلي، الاداره التنفيذيه كابتن محمود الخطيب مجلس الاداره بالكامل. يمكن هتشوف مظهر يعني منظر مشرف يليق باعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي في الثلاث فروع وليس النادي الاهلي مدينه نصر. في شغل كبير جدا يا امير بذل خلال الايام الماضيه، الاداره الهندسيه، الاداره التنفيذيه، عشان المكان ده يطلع بالمنظر اللي احنا هنشوفه ان شاء الله باذن الله مع الافتتاح اللي باذن الله يليق ايضا كمان باعضاء الجمعيه العموميه والنادي الاهلي. حضور هيكون على اعلى مستوى، شخصيات عامه طبعا وشخصيات اكيد مسؤوله في الدوله على راسهم محافظ القاهره سياده اللواء خالد عبد العال، وايضا كمان معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، مجلس اداره النادي الاهلي. يمكن زي ما بنقول ان شاء الله باذن الله الشكل اللي احنا هنشوفه مع ان شاء الله مع النادي الاهلي خلال المرحله القادمه او خلال الافتتاح بالتاكيد يا امير باذن الله ان شاء الله يليق باسم الجمعيه العموميه. انا برجع لك يا امير في خلال اللحظات دي، لكن ان شاء الله باذن الله في خلال دقائق بسيطه جدا هرجع لك تاني بمشهد تاني بمنظر تاني من مكان الحدث. عوده ليك زميلي امير. بشكرك يا كريم، شكرا جزيلا طبعا على هذه المداخله الحيه من مقر النادي الاهلي بمدينه نصر.